غادر وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله، حيث يجري جلالته مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع المملكتين الشقيقتين، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال. علاقات تاريخية وثيقة جمعت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بنيت على أسس صلبة ومتينة بثوابت ورؤى مشتركة، جمعت قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين حتى أصبحت هذه العلاقة أنموذجا باعثا على الاعتزاز في كل المناسبات وشتى المحافل. جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دائما ما يؤكد حرصه على تنمية العلاقات مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يبادله به خادم الحرمين الشريفين، وهذا الأمر تجسد في الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين وحكومتهما حرصا على تحقيق رؤى القادة. وتجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية العديد من المواقف المشرقة في سماء هذه العلاقة، فجلالة الملك المفدى أكد أن تاريخ أمتنا العربية سيظل يستذكر المواقف التاريخية المشرفة لخادم الحرمين الشريفين وقراراته الحاسمة والحازمة في مواجهة الأطماع الخارجية. فالمملكة العربية السعودية ذات مواقف عربية أصيلة في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية ودعم السلم والأمن الإقليمي والدولي. إنما يربط مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاوز العلاقات الاعتيادية والرسمية، فالروابط الأخوية العميقة انعكست في المواقف المشتركة في المحافل الدولية والمواقف الداعمة لكل منهما للآخر، وهو الأمر الذي يحرص عليه جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين. اعتزاز قيادتي البلدين الشقيقين بهذه العلاقات واللقاءات وحفاوة الترحيب في المنامة والرياض ما هو إلا انعكاس لما أسست عليه هذه العلاقة منذ زمن الأجداد والآباء.